مصر يعني كلنا سامعين ال 2 كيلو بجنيه ونص، ايه الحكايه؟ مساء الخير. اولا انا اول مره اخش اصلا اصور حاجه زي كده. انا في العادي كنت بصور اماكن سياحيه، بصور اماكن بروحها في العادي. انا نازل يعني ماشي في السوق عادي، ببص ايه السوق اللي جابه في المكان ده جنب ملعب السان سيرو في ميلان، ببص لقيت الناس كلها بيتعاملوا بالجنيه وبيتكلموا بالجنيه والناس فاهماهم ومحدش متضايق. لا ثانية واحدة، الناس فاهماهم. انت عايز هما بيتعاملوا بالجنيه وبيندهوا بالجنيه، الناس فاهماهم مصريين ولا جنسيات ولا ايطاليا ولا ايطاليان؟ لا في ناس ايطالية كانت بتشتري منهم، يعني في عرب كتير موجودين تمام، وفي ناس ايطالية كانت بتشتري منهم، بس هما بيتعاملوا بيتكلموا اكن الجنيه هو اليورو. هو لو في حد مش فاهم الكلام بيطلع له اليافطة. طب انا عندي سؤال، هو السوق ده مرخص وقديم ولا جديد في ميلانو، ولا سوق معمول كده، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ انا بعد ما صورت الفيديو وقفت اتكلم مع الناس اللي موجوده في الفيديو، فانا بسالهم، فطلع ان ده سوق هم بيتعاملوه بالعربيات الفان اللي انا صورت منها النمره بتاعتها دي. السوق ده بيتنقل كل يوم من مكان لمكان، يعني تاني يوم الصبح مش هتلاقي السوق ده في المكان. حتى انا وقفت ساعه بعدها بساعة بالظبط كل الحاجات دي دخلت جوه العربيات الفان اللي موجودة وتلمس، والشارع اتنظف وقالوا لنا احنا بكرة في المكان الفلاني. يعني الموضوع كان بالنسبة يعني هو الموضوع بيتنقل من الكلمة بيتقالوا بيقولوا هما بيروحوا فين وبينقلوا فين. كل يوم في مكان، كل يوم في مكان. طب انا عايز اسالك بقى، انت من مشاهداتك ايه اللي بيتباع في السوق ده بالظبط؟ يعني في بضائع ايه وبتيجي منين؟ يعني هو الموضوعات ماشية ازاي في السوق ده؟ السوق فيه كل حاجه، فيه هدوم وفيه جواكت وفيه حاجات ماركات السكات موجوده، وفيه خضار وفيه فاكهه وفيه كل حاجه. وعلى فكره السوق ما فيهوش مصريين بس، يعني كان الجزء الكبير منه واللي بيبيع مصريين بس، بس كان فيه اجانب موجوده، بس الصوت بتاعنا احنا، انت عارف ان احنا صوتنا مميزين. هلا مميز جدا أصلاً. الصوت كان طالع 2 كيلو بجنيه ونص، العالم كله سامعه دلوقتي، وعينه بحمر وكلام. يعني انا الناس اصلا من اول ما نزلت الفيديو جاب مشاهدات كتير، بس انا يعني الكومنتات الناس مش مصدقه ان انا في ميلانو. يعني زي ما حضرتك بتقول، انا لو التصوير ده كان قريب يا محمود ولا كان امتى بالظبط؟ التصوير ده من 3 ايام بالظبط. من 3 ايام، يعني ده لسه، يعني زي ما بيقولوا هم بلغه السوق لسه طازه. انا لسه راجع اول امبارح. طب حضرتك، طب انت ايه مشاهداتك من المكان هناك؟ المصريين في اي مشاكل بتواجههم، ولا السوق بيبقى ماشي بسلاسه والموضوع جميل زي ما كانوا شايفين الموضوع جميل والموضوع ماشي كويس؟ الموضوع عادي وسهل ومحدش متضايق، وسبب ان محدش متضايق لما تمام. سألت ان المكان بيتنقل. انا بشكرك، فمش عاملين مشكله للسكان. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا محمود من بورسعيد. كان معايا محمود فرغلي صانع المحتوى وصاحب الفيديو اللي اتصور في ميلانو، شكرا جزيلا ليك.